عظمت الفتنة في أوقات الصلاة في فرنسا واختلف الناس اختلافا كثيرا، يريد النصيحة لهم. النصيحة تقوى الله، وأن يجتمع المسلمون على صلاتهم وصيامهم، وألا يتفرقوا أشتاتا، هؤلاء يصلون في وقت وهؤلاء يصلون في وقت وهؤلاء يصوم يمسكون في وقت. وفي حال وينبغي على طلاب العلم أن يجتمعوا ويخرجوا إلى الأماكن التي يمكن فيها ضبط الوقت، ومن ذلك الطائرة أن يطيروا في الأوقات التي يحتاجون فيها إلى ضبط الشفق ونحو ذلك، فإني رأيت في الطائرة أن الأمر يتضح. المهم أن يتخذوا الوسائل لتحديد الوقت وجمع الكلمة مع مراعاة الرفق بالمسلمين، فإن بعض ما يذكر في الحقيقة فيه مشقة شديدة على الناس، فيحاولون جمع الكلمة في هذا. وفي حال عدم اجتماع الكلمة فإن الذي أفتيت به في أوروبا أنه يؤخذ للصلاة بالأحوط في صلاة الفجر بأن يصلى الفجر في الوقت الأقرب إلى النهار، في الوقت الأقرب إلى النهار، ويؤخذ بالاحتياط للصوم بأن يمسك في الوقت الأقرب إلى الليل. يعني قالوا في ثلث ساعة نختلف فيها، في ناس يقولون التوقيت الآن هو قبل الفجر الحقيقي بثلث ساعة، قلت ما دام أنكم لم تضبطوا المسألة فخذوا بالأحوط، أما الصلاة فاجعلوها أقرب إلى النهار، بعد مرور هذه الثلث ساعة صلوا، وأما الصوم فاجعلوه أقرب إلى الليل، لأن هذا هو الأحوط للصوم والصلاة. أما ما يفعله بعض الإخوة من أنهم يأكلون ويشربون بل وقد يجامعون مع دخول الوقت العام الذي عليه العامة فهذا خطأ، وإن قال به بعض أهل العلم وينبغي تركه، فالأصل هو الأخذ بالأوقات العامة، وفي حال الاضطراب يحاول طلاب العلم جمع الكلمة، وفي حال عدم اجتماع الكلمة يؤخذ بالأحوط لكل، فيؤخذ بالأحوط للصوم ويؤخذ بالأحوط للصلاة. نعم.